إذا أهلا وسهلا فيكم من جديد، بنرجع بنصبح عليكم والدنيا عيد مكمل معاكم. قبل ما نكمل مع ضيفنا اليوم الفنان حسين سلمان، بدنا نوجه برضه ونصبح، نسينا نصبح اليوم على الفرقة الموسيقية اللي موجودة معنا. يعطيكم العافية شباب، أهلا وسهلا فيكم. وطبعا هم مستمرين معنا بأربع أيام العيد، فإن شاء الله دائما هيك يكونوا ونكون كلنا عند حسن ظنكم طول أيام العيد. أكيد نرجع لحسين. أكيد ضروري ضروري. حسين طبعا انت هلا ايش في عندك اهتمامات برا الفن؟ يعني اكيد في عندك هوايات، في عندك اشياء، انا كثير حابه اعرف يعني كيف هوايات يعني واضحين لك يعني غير الغناء بعد الساعه بتروح بتخيل العصر. بتحب مترات، بتحب سباق سيارات، ايش بتحب؟ ولا شيء. ولا شيء؟ تلعب رياضه؟ لا لا، ولا سباح ولا ولا شيء. انا زلم من الآخر، ما بحب إشي بالدنيا غير الفن بس. فهوايتك الفن بس وشغلك كمان الفن يعني. هو حياتي كلها الفن. طب ما بتفكر إنك تتوجه لاتجاهات تانية داخل الفن نفسه، يعني مثلا تمثيل أو يعني يعني حاب إني أمثل بس خلاص خليني بشغلة الفن، لأنه إذا بدي أمثل بدي أصير ألحن، وإذا بدي ألحن بدي أصير أكتب. خلاص خلي كل واحد يأخذ مجاله. يعني ممثل ممثل، فنان فنان، بس حلو تتفرع كمان، حلو تتجه لاتجاهات تانية. صح. يعني هو حلو يكون عندك حلو بس نفتح يعني خايف مجال. انك تتشتت مثلا اوكي يعني مثلا خلاص انا خليني في فني. في ممثل هو انصنع ممثل. الممثل بيقدر يجي يغني؟ ما بيقدر يجي يغني، بس المغني او الفنان بيقدر يمثل. يعني المغني بيقدر يمثل. ليش نشتت الناس؟ يعني خلاص خلي الكاريزما تبعتك انه فنان. مش كان عندك فكره برنامج؟ انا بدك تعمل برنامج هيك مع النجوم ومع مغنيين. انا محضره الواجب تبعي مزبوط. كنت بدي اعمل برنامج يعني نعمل جو، نجيب فنانين ونصير نغني. فكره حلوه بس ان شاء الله لقدام. ان شاء الله غير نعمل برنامج. يعني بتشوف حالك بالتقديم يعني بشكل عام؟ يعني بدي اعمل البرنامج هو يعني بالتقديم بلهجتي، عرفت كيف؟ يعني اللهجه الاردنيه يعني الاردنيه. طب اذا مثلا عرضوا عليك مسلسل او قالوا لك مثلا في عندك اكثر من نوع مسلسل، سواء بدوي سواء اجتماعي، مع ابوكي ابوي له الشرف اصلا. تحية. تسلم، شكرا كثير حسين. بس لا عن جد، وين بتشوف حالك؟ يعني بشوفك انا بالبدوي. بالبدوي؟ بدوي. اوكي يعني انا بدي اقول لك شغله، يعني انا اذا بدي امثل بدي يكون لي دور يعني يكون لابق لي. يعني في مرات بيجيني فكره لو اني اوكي امثل بدوي يكون اني انا بقريه وبغني وبدي اصير مطرب، يعني هاي الفكره اللي انه لها علاقه بالغناء، يعني انك تغني بالمسلسل بتحب يعني مثلا. بالبدايه انه انا بمثل عندي موهبه، شافني حدا بالمسلسل بغني قال لي تعال بدي اعملك فنان، يعني زي ما صارت معي مثلا. القصه كيف اني انا بصير فنان بالمسلسل. طب يعني بتحب انك تجسد قصه حياتك بمسلسل؟ بالضبط. بتحب إن شاء الله. مستاهله قصه حياتك انها تتجسد؟ يعني هي ممكن تكون قصه واقعيه يعني فيها تجربه مفيده. يعني ان كنت افوت حفله مرات انكحش بالحفله ببداياتك في البدايات يعني كثير كثير يعني مريت يعني بهاي الصعوبات. يعني نفسي اني اعمل هاي الفكره مسلسل يعني حلو ان شاء الله لقدام. طب تاخذنا معاك نمثل؟ لا انتم بالبرنامج اللي راح نعمله راح نكون سوا. خلص ان شاء الله. ان شاء الله. وبقناه الرؤيا نعمله كمان. كمان نتشرف. شرف كثير كبير. انت مبلش من الصفر حسين، يعني انت عن جد تعبان على حالك. الحمد لله. كثير منيح، وانت كثير بهمك كمان رضا والديك عنك، يعني بعد تبع رضا ربنا. طبعا. وطيب هلا مين كمان بدعمك بمسيرتك؟ يعني اكيد يعني انت متكل على ربنا وعلى اهلك، بس يعني اكيد في اصحاب. والله في اصحاب، وفي اصحابي الكثير يعني ما بيقصروا ودائما واقفين معي. هي الدعم مش بس ماده يعني. صح. الدعم معنويه اكيد. اذا كانت المعنويه موجوده
خلاص الامور تمام بخير يعني. في حدا مثلا بيساعدك انه يوجهك؟ يمكن هذا السؤال دائما بنساله لكل اللي بنستضيفهم، انه دائما الفنان يعني لما يوصل لمرحله معينه بصير انه لازم يحافظ على هاي المرحله اللي هو واصل لها. مزبوط. ممكن مثلا اي حفله ممكن يشارك فيها، ممكن اي كلمه يحكي فيها امام الاعلام كثير تخرب على مسيرته. مزبوط. ففي حدا بيوجهك بيساعدك مثلا انه احكي هيك، اختار هاي الاغنيه بشكل عام يعني بكل حياتك الفنيه؟ يعني شوفي انا اكيد اكيد في ناس وراي انهم بيوجهوني للإشي الصح. يعني انا مثلا بالاغاني، اختيار الاغاني مثلا باخذ الاغنيه بشتري الاغنيه بشتري اللحن قبل ما انزل الاغنيه على السوق مثلا او ناس تسمعها، ببلش اغنيها بالحفلات. اذا حبوها الناس اخذوها مني استقبلوها، انا بروح بسجلها وبنزلها على السوق. إذا ما شفت عليها استقبال خلص تحط على الرف، لأنه لازم أشاور. يعني مثلا أي أغنية مثلا بجوز ألاقيكي بحفلة أو ألاقيكي بريت البرنامج، أقول لك ميس اسمعي هالأغنية بدي أسمك إياها، مثلا أغني لك مقطع تقولي لي حسين كويس، أرجع عليك نفس الموضوع. بحب أشاور أكثر من تستشير واحد. أكثر من كثير من إذا بشوف الأكثر بيحكوا لي حلوة حلوة، ودائما يعني الحلو ببين طبعا. يعني إذا أنت بك تجامليني ببين أنك جاملتيني. صح. بظني يعني أنت بتأخذ بعين الاعتبار آراء الناس. طبعاً طبعاً. يعني لما تنزل كليب أو تنزل أغنية بتحب تشوف الفيدباكس وإيش الناس عم تحكي لك. بس بالكليب دائماً ما ليش حظي يعني. ليه؟ ليه؟ يعني دائماً الكليبات ما لي حظ بالكليبات، بس بالأغاني. ما لك حظ من أي ناحية؟ يعني الناحية الإخراجية من ناحية أنت كحسين شايف حالك. بالتصوير يعني. يعني بتلاقي التصوير يعني. تلاقي التصوير حلو بس الفكره مش للاغنيه. عرفت كيف يعني؟ اوكي ان شاء الله الايام الجايه تتعدل هاي الشغلات ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كمان بدنا نحكي هيك شوي، نتحدث معك بعدين راح تغني. دائما حسين بكون محرقص، بس بدي اغني بس بدي اغني، مرات بنساله اسئله بجاوب بيقول لي بقول لك انا ما بحب احكي، بحب اغني. بتحب تغني بس احنا اليوم حلو. انا مبسوط. بدك تصير انت يعني اعلامي وان شاء الله تصير مقدم برامج، فبدك تحكي بالاعلامي. هذيك الموضوع البرنامج شو ما صار يصير على الهواء. يعني نجيب اي شيء، نجيب اكل، بنطبخ، نضرب اي شيء كانه في البيت. ما معي في الموضوع يعني هذيك اللحظه انا بكون مش سائل. طيب يعني معروف عنك انك انت من الفنانين وزي كثير من الفنانين اللي هلا عم بتوجهوا للسياسه اللي هي سياسه السنجل او الاغاني الفرديه. يعني ما طلعت انت اي البوم من اول بدايتك يعني بحياتك الفنيه، فليش ما بتتوجه للالبوم؟ يعني ليه دائما سنجل؟ ليش ما توجهش للالبوم؟ انا دائما سنجل. يعني كل 4 أشهر 5 أشهر بجوز سنه، كل سنه اعمل سنجل او سنجلين. بحس السنجل اقوى من السي دي. بس انت بتروح على السوق بتشتري السي دي، بيكون البوم كامل للفنان كمان اغنيه مثلا 10 12 اغنيه. بتسمع ال 12 اغنيه بتحب اغنيه واحده او ثنتين. صح. يوم ما انت تحب الثنتين العشرة وين راحوا؟ بطلت تسمعهم. طب هو الفنان تعب وتكلف تكاليف. يعني انا وجهه نظري انه انا السنجل احسن لي. بس بجوز وجهه نظر فنان ثاني الالبوم احسن له. لليوم انا ما عملت البوم. انت بتشوف حالك اكثر بال خلص انا تعودت على السنجل. بالسنجل يعني اتعب على سنجل واحد سنه كامله يضرب معي احسن ما اعمل سي دي وتضرب اغنيه والباقي ما حدا يسمعه. ايش اكثر اغنيه نزلتها ضربت؟ يعني حسيت انه هذا هو السنجل الهيت. انت كثير اغانيك حلوه يعني احنا مش قادرين يعني نعرف ايش. ما في اغنيه معينه بتحكمي عليها. يعني يا بي كانت من الاغاني اللي انا كنت خايف اغنيها صراحه بالبدايه، والملحن والشاعره للريحاني قال لي تغنيها بس وما عليك خلاص غنيها وروح. غنيت له اياها وكنت خايف. نزلت على الراديو اول 4 5 أيام الشباب يحكوا لي حسين شو الاغنيه اللي منزلها؟ يعني ما اجناش صدى انه اغنيه حلوه. شو هالاغنيه الحلوه مثلا؟ بيني وبينك انا بلشت اخاف. تعدت 10 أيام 15 يوم التليفونات الو حسين شو الاغنيه الجديده الحلوه؟ طب ما انت قبل اسبوع قلت لي مش حلوه. هسه حبيتها يعني. طب كيف هيك صار؟ مع الوقت الواحد الناس مرات في دائما شغله على السمع بتسمع دائما الاغنيه اول مره بجوز ما تحبيها. صح. ثاني مره ثالث مره
بتصير تحبيها. صحيح. وانا اكتشفت شغلي انه انا بس انزل اغنيه بدي شهر شهرين الناس تصير تقول لي شو الاغنيه الجديده الحلوه. الاغنيه الحلوه بتاخذ وقت. طب كيف يعني مثلا احنا بنسمع كثير فنانين بيقولوا يعني مثلا ليله ما تنزل السنجل او باليوم اللي نزلت فيه اغنيتي انا ما بنام، ما بعرف اقعد، بضل قاعد على تليفوني، بضل قاعد اسمع ايش الناس عم تحكي على الاغنيه. فانت كيف بتكون لما تنزل الهيت؟ انا كل شوي الو على الاذاعه، شو الاخبار، طلبوها الناس، حبوها، بصيروا يبلغوني وببلش يجيني مسجات من المعجبين. خلاص بعرف انه الاغنيه انسمعت، ترتاح تطلع المعجبات، يمكن قبل المعجبين المعجبين والمعجبات كلهم مع بعض.